الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي يتبادلان وجهات النظر حول القضايا العالمية ويتفقان على تعزيز العلاقات بين البلدين. أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى في غارتين للاحتلال على جباليا وحي الصبر شمال قطاع غزة. ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة شمال بيروت إلى 20 شهيدا على الأقل. النشرة السادسة تأتيكم من قناة النيل الأخبار، أهلا بكم. إلى التفاصيل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم محادثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر. خلال مؤتمر صحفي أكد الرئيس السيسي أنه توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن إدخال المساعدات للقطاع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم هي ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، كما تعد تتويجاً للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين. وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية فيما بينهما وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين، وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف. أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتسهيل زيارته الناجحة، كما أعرب عن تطلعه وتطلع بلاده لقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة إلى ماليزيا في الوقت المناسب مستقبلاً. وبهذه المناسبة تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية. زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى مصر اليوم تمثل علامة مهمة في العلاقات المصرية الماليزية، إذ تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 65 للعلاقات بين مصر وماليزيا، وتأتي لتضع الأساس للتآزر في معالجة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية من أجل المنفعة المتبادلة، وتفتح الباب لفرص جديدة لتعزيز وتنويع التعاون فيما بين البلدين. نشهد بشأنها الآن التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، يوقع عن الجانب المصري الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ويوقع عن الجانب الماليزي داتو سيري أوتاما محمد بن حسن وزير الخارجية. كما عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، اسمح لي ان ارحب بيك اهلا وسهلا، ضيف عزيز وعزيز علينا والوفد المرافق ليك في زيارتكم لمصر، واسمح لي ان احنا يعني نهني انفسنا بان مرور 65 عام على العلاقات بين البلدين، بين مصر وبين ماليزيا. اسمح لي ايضا فخامة رئيس الوزراء ان انا يعني أهني فخامتكم على تولي ماليزيا التجمع الإسيان وأيضا عضو في تجمع البريكس، وأتمنى لكم كل التوفيق. الحقيقة خلال مباحثات سواء كانت الثنائية أو على مستوى الموسع
كان التفاهم كبير قوي على أهمية تطوير العلاقات لتصل إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتعاون في كافة المجالات بما يعود بالنفع على مصر وماليزيا في المجالات المختلفة اللي كل من البلدين لديها فيها فرصة للتعاون، في الاستثمارات، في مجال صناعة السيارات، في تكنولوجيا المعلومات، في الذكاء الاصطناعي، يعني في التبادل الثقافي وخاصة ما يقوم به الأزهر الشريف تجاه تعليم أبنائنا من دولة ماليزيا. اسمح لي أيضا أن احنا اتفقنا على أن المرحلة القادمة تشهد مزيد من التعاون ووضع أهداف محددة بين الوفدين المصري والماليزي، والأهداف دي نعمل على تحقيقها، ولو في أي معوقات تبقى نسعى إلى التغلب عليها على المستوى الأكبر شوية. ده باختصار شديد يعني خطوة حقيقية مؤكدة في التعاون بين البلدين تعكس إرادة دولة الرئيس وإرادتي في أن احنا محتاجين أن احنا دايما مع أشقائنا وأصدقائنا في ماليزيا للتعاون في المجالات المختلفة. أيضا حديثنا أيضا على مستوى الموضوعات والمشاكل الإقليمية والدولية كان في توافق كبير قوي على أن مهم قوي أن خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي نبذل كل الجهود من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان وأيضا إدخال المساعدات، وده جهد احنا كنا حريصين عليه في مصر على مدار العام عام كامل الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت، ومصرين على ان احنا نستمر فيه حتى نخفف ما امكن من حجم القتل وحجم الجوع اللي موجود في قطاع غزة، وايضا تحسبا من ان الامر ده يؤدي الى انزلاق المنطقة الى مخاطر اوسع من كده، اخطر من غزة ولبنان، وده أمر أيضا توافقنا عليه، وإن لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات وهذه المشاكل في منطقتنا إلا بحل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. هي دي أصل المشكلة، ودي اللي على امتداد أكتر من 40-50 سنة إحنا ما نجحناش والمنطقة ما نجحتش، سواء كان لغياب الإرادة السياسية لإيجاد هذا الحل اللي هو بيعتبر لو وصلنا ليه، واللي بنتمنى إن خلال بعد الأزمة الكبيرة اللي احنا مرنا بيها خلال السنة ديت إن يكون ده مقدمة للوصول إلى هذا الحل يعني. أيضا توافقنا على أهمية إيجاد حلول للقضايا والصراعات اللي موجودة في المنطقة، في السودان، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في لبنان، وصولا إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، لأن هي ليها تأثير كبير قوي مش بس على الأمن الإقليمي ولكن أيضا على الأمن في العالم كله. ده باختصار شديد حجم التفاهم الكبير اللي بين مصر وبين ماليزيا تجاه سواء كان التعاون بين البلدين وتطويره أو سواء تجاه القضايا اللي احنا متحسبين يكون ليها تأثير سلبي باستمرارها في المنطقة. أنا مرة تانية برحب بيك دولة الرئيس، وسعيد بوجودك في مصر، وسعيد أيضا بالتعاون مع بلادكم ومعكم شخصيا، وبرحب بيك باسمي وباسم كل المصريين. تفضل. شكرا جزيلا هضرة الرئيس أبو الفتح السيسي and friends الأصدقاء بالطبع نيابة عن وفدي الأكبر نود أن نعبر عن امتناننا وبكرم الضيافة المقدمة إلينا.
وقد ألزمنا أنفسنا بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي. وقد بدأنا ونود أن نشكر سيادتك على هذا الدعم المقدم لنا ودعم سيادتكم المقدم لنا فيما يخص استيراد زيوت النخيل وكذلك المنتجات الأخرى، وأنني أتفق مع فخامتكم تماما بأن التعاون بيننا لابد وأن يعزز. مصر بالطبع دولة لديها تاريخ كبير وتقاليد كبيرة، دولة كبيرة في أفريقيا ولديها مساهمات عظيمة في الماضي، وبالطبع أننا سندعم مساعيكم لتعزيز الاقتصاد وكل ما يمكن أن نقدمه. فإن أننا نقترح مجالات كثيرة ومجالات تقليدة مثل التعليم في الأزهر وكذلك مع الجامعات الأخرى مثل جامعة القاهرة، وأنني أقدر جهود شيخ الأزهر في تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية في كوالالمبور وزيادة أعداد الطلاب في العلوم الإسلامية والتعليم وكذلك العلوم الطبية وفي التكنولوجيا الهندسية، كما أننا نشارك ونتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة بما فيها الطاقة والتحول نحو الطاقة وكذلك التحول الرقمي وشبه المواصلات، لأننا ماليزيا من أحد البلدان الناشئة في هذا المجال ولديها مركز لشبه المواصلات في مصر. مصر بالطبع لديها دور في توفير المنح الدراسية وهي من أحد وهي لديها أفضل العلماء والباحثين في مجال العالم، وأننا لابد وأن نستغل هذا استغلالا تاما لمنفعة بلدينا. والآن يجدر بي أن أشكر سيادتكم وذكرني وزير الخارجية أن أشكر مصر لدعم طلبنا لأن نكون عضوا بالبريكس، ومصر مرة أخرى لديها تراث وتقييد كبير من أنها يكون لديها صوت كبير وعميق لدعم الجزء الجنوبي من العالم في البريكس. وشكرا جزيلا سيدي الرئيس على هذا الدعم، وقد تعلمنا الكثير واستفدنا الكثير من سيادتكم في أيام حركة عدم الانحياز، ومصر من أحد البلدان التي لديها الرائدة التي لديها قدرة على الصمود والاستقلال. وكذلك نشكركم على مساعدتكم في دورنا في الأسيان، وهو دور نقوم بدور محوري ونحن نتعاون مع الأصدقاء مع الحفاظ على استقلالنا ونتعاون مع كل البلدان فيما يخص الاستثمار. وبالنسبة لرئاسة الأسيان في العام القادم سنبذل قصارى جهدنا، وكذلك نطلب من زملائنا أن يشاركوا مع مصر لأنها جهة فاعلة أساسية في المنطقة، وأن نكفل أن الأسيان تستفيد من علاقتها بمصر لأنكم من أحد مؤسسي الاتحاد الأفريقي وصوت هام في هذه المنطقة. والآن كذلك أود أن أشكركم سيادة الرئيس شخصيا وللدعم المصري في المساعي لتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا لم يكن أمرا سهلا نتيجة للحظر من جانب إسرائيل، ولكن سيادتكم تدخلت
الإمارات بشكل شخصي في عدة مناسبات لكي تكفل التدفق السلس للمساعدات بما في ذلك السماح للطائرات العسكرية لتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. كذلك تضحيه سيادتكم وتضحيه الشعب المصري دعما للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في غزة الآن. ولكن يقدر بي أن أقدم نيابة عن الشعب الماليزي هذا الشكر والشكر الجزيل لدعم سيادتكم كي تكفل إتمام هذه الأعمال وكذلك دوركم في إيجاد حل لهذا الموقف الصعب والمعقد وكذلك مع قطر والولايات المتحدة والجامعة العربية وكل المقرات التي لكي تكفل وجود سلام دائم وأننا ندعم كل القرارات التي توصلتم إليها في هذا الصدد وكذلك نتيجة لرفض إسرائيل لكي تسمح بمرور المساعدات الإنسانية وارتكاب الإبادة الجماعية في غزة فقد اتخذنا موقفا قويا وأنني كذلك أشجع وأؤيد الفكرة حينما يكون هناك دولة ترفض الامتثال للقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فالخيار الوحيد هو طردها من الأمم المتحدة وهذا هو الموقف الذي يجب أن ننظر فيه ولكنني على دراية بمدى تعقيد الموقف ولكن سيادة الرئيس كما قلت سيادتك إن الأولوية لوقف إطلاق النار ولإحلال السلام لأنه لا يمكن أن يتواصل قتل الأطفال والنساء لذلك فإنني أشارك هذه المشاعر مع سيادتكم ولكن بالطبع أننا نتطلع إلى الأصدقاء وجيراننا العرب كلكم سيادتك وكل الدول العربية أن تناقش هذا الأمر أكثر غدا في الرياض هنا سيدي الرئيس نحن أصدقاء نتطلع إلى زيارتك إلى ماليزيا في القريب وبالطبع نرحب بك كأخ وصديق موثوق به ولكنني أود أن أؤكد مرة أخرى على نقطة مهمة هناك طرق واسعة يمكن فيها أن نتعاون ونساند بعضنا البعض ونعمل على تعزيز رابط الصداقة والدين والثقافة وكل مجال ممكن شكرا سيدي الرئيس أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الهندسية في القوات المسلحة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات. وأكد رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ الخاصة بها. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن غطرسة وأوهام القوى لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أو للمنطقة بشكل عام وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعلى خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير
وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض. وأدان الوزير في مداخلته خلال الاجتماع أدان العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا ضرورة وقفه بصورة فورية. إلى غزة، حيث استشهد 43 فلسطينيا بينهم 13 طفلا وأصيب آخرون في مجزرة جليلة للاحتلال على بلدة جباليا وحي الصبرة في قطاع غزة. واستهدفت طائرة الاحتلال منزلا مكتظا بالسكان والنازحين لعائلة علوش في منطقة جباليا البلد، مما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل. كما قصفت قوات الاحتلال منزلا آخر في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 12 شخصا في غارة للاحتلال على بلدة شمال بيروت بينهم 3 أطفال. في غضون ذلك أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جديدة على أحد المنازل في مدينة بعلبك شرق لبنان دون أن يسبقها إنذار بالإخلاء. كانت الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد 33 مواطنا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب وشرق لبنان. إلى الشأن المحلي، حيث أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة أعدت تعديلات على مشروع قانون العمل بهدف ضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ لأربع طلبات للمناقشة العامة تتعلق بسياسة الحكومة تجاه عدد من ملفات وزارة العمل. بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل للشباب ورعاية المصريين العاملين بالخارج، جاءت مناقشة مجلس الشيوخ لأربعة طلبات مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من ملفات وزارة العمل. وزير العمل وفي معرض رده على ما جاء بطلبات المناقشة استعرض جهود الوزارة في تقليل معدلات البطالة وتحسين بيئة العمل. أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة لمواجهة تلك التحديات من أجل توفير فرص عمل لائق للجميع من خلال المحاور الرئيسية الآتية: المحور الأول مكافحة الهجرة الغير الشرعية وإيجاد فرص بديلة، المحور الثاني تعزيز استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب، المحور الثالث خفض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل وتحسين بيئة العمل، المحور الرابع حماية العمالة المصرية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي. النواب من جانبهم أكدوا ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. كثير من الدول معدلات أعمارها كبيرة وتحتاج لعمالة، فإحنا محتاجين نتعاون معهم بخصوص هذا الملف، فمن هنا يجي دور وزارة الهجرة وهكذا. فيبدو أنه هناك عدة وزارات لابد أن تعمل معا بتجانس حتى نتجنب يعني ظهور هذه الظاهرة المؤلمة للأسف. يعني دولة النهاردة يعني بتولي اهتمام كبير جدا 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 للشباب، وبتهتم جدا بالتأهيل والتمكين، وداخل فيهم كمان في هذا الإطار تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية العاملة. كما أكد النواب ضرورة استخدام التكنولوجيا ومواكبة التطور التقني في مجال سوق العمل. التكنولوجيا حاليا هي السبيل الوحيد للارتقاء بالاقتصاد، فإذا كنا بنبغي تعليم متميز، وده اللي احنا بنركز عليه في هذه المرحلة، ان عندنا الاف خارجين، انما فيه منهم المتميزين، والمتميزين دولت نقدر نستفيد بيهم داخل مصر وخارج مصر. الشباب النهاردة طبعا هم نصف الحاضر وكل المستقبل، عندما يتم تأهيل الشباب تأهيل مناسب لسوق العمل الخارجي الدولة هتستفيد والشاب هيستفيد، لأنه هيدر عملة صعبة على جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تشغيل الشباب العاطل عن العمل.
وبعد أن فرغ الوزير من إلقاء بيانه أحال رئيس المجلس طلبات المناقشة وبيان الوزير ومداخلات النواب إلى اللجان المختصة. بناء قدرات العنصر البشرية وتهيئته لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية أحد أهم الأسباب التي دعت عددا من النواب التقدم بعدد من طلبات المناقشة لاستضاح سياسة الحكومة تجاه عدد من ملفات وزارة العمل، الأمر الذي يعمل كذلك على تحسين بيئة العمل والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب. المجلس الشيوخ محمود إسماعيل، النيل للأخبار. أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان اهتمام القيادة السياسية بصحة المرأة المصرية نظرا لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وانطلاقا من أن نجاح المجتمعات يعتمد على توفير حماية صحية شاملة للسيدات. جاء ذلك خلال مؤتمر يوم التضامن ضد سرطان الثدي والذي يعقد تحت شعار أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض. مليون خدمة علاجية وتشخيصية استفاد منها 22 مليون سيدة، وتقليل نسبة الإصابة بالمراحل المتأخرة للأورام من 70 إلى 30%، وتقليل فترة التشخيص من 120 يوم إلى 49 يوم. إنجاز كبير كشف عنه نائب رئيس الوزراء للصحة والتنمية البشرية خلال فعاليات اليوم التضامن الوردي وتوحيد الجهود لمكافحة أورام الثدي. بنقول للناس لو سمحت اللي بيسمعونا أو المجتمع المدني، إحنا متواجدين في كل مصر، كل المطلوب من حضرتك إنك أنت بتنتقل إلى أي مكان مكتوب عليه مبادرة الرسالة الرئيس لصحة المرأة. عايزين نصل إلى مش بس 30% من المراحل المتأخرة، عايزين نصل لصفر في المية. زي ما سيادة الرئيس وجهنا لنا، يعني إن إحنا وصلنا لمجهود كبير إن أنا أنزل من 70% من الحالات المتأخرة 30% فقط، لكن هذا لا يكفي. إحنا يعني عايزين نعتمد أكثر كمان على الرائدات الصحيات، لأن الرائدات الصحيات لوزارة الصحة عن في تعاون كبير بينهم وبين الرائدات المجتمعيات في وزارة التضامن. كل ما يبقى الجيش اللي على الأرض أكبر، كل ما تبقى الرسالة أسهل في الوصول ونوصل لعدد أكبر بكتير. والنهاردة كمان فتح دور التعاون أو بداية التعاون بين المجلس ووزارة الصحة ووزارة التضامن، نقدر نبقى عندنا جيش كبير على الأرض بكل المتطوعين والمتطوعات، وهي الفكرة إن احنا نوصل الخدمة لأقرب مكان للسيدة. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض التجربة المصرية بمحافظة مصر كافة من خلال المبادرات الرئاسية الفاعلة في كيفية الوقاية من أورام الثدي ومضاعفاته. أكثر من 3500 وحدة صحية متوزعة على مستوى مصر كلها، بناء قدرات للتمريض ومدخل البيانات والأطباء في كل ربع مصر صاعدها والوجه البحري من السلوم وسينا، كل هذه المناطق في كل منطقة قدرنا الرائدات الريفيات كان لهم مجهود عظيم جدا جدا في ان هم يروحوا للسيدة، كل سيدة في بيتها، بحيث ان هم يقدروا يوصلوا. كنا الأول خايفين ان السيدة المصرية ما تروحش تكشف، ولكن السيدة المصرية العظيمة علمتنا انها قوية وقادرة وفاهمة وقدرت تروح وقدرت تعلم العالم. انخفاض نسبة حالات الأورام المتأخرة من 70 إلى 30% إنجاز كبير يؤكد حرص الدولة المصرية من خلال مبادرتها الفاعلة على توفير بيئة صحية آمنة للمرأة المصرية. محمد حلمي، النيل للأخبار. لم يتبقى في هذه النشرة سوى تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي يتبادلان وجهات النظر حول القضايا العالمية ويتفقان على تعزيز العلاقات بين البلدين. أكثر من 40 شهيدا وعشرة الجرحى في غارتين للاحتلال على جباليا وحي الصبرة شمال قطاع غزة. ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة شمال بيروت إلى 20 شهيدا على الأقل. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة. إلى اللقاء.